لو الحكاية فيها إن فيديو. شباب العرب نزلت ان القاهرة عاصمة الشباب العربي، والفطر هذا اللقاء وهذا المهرجان يتمثل ايضا في رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. في الحياة كمان المشرف موجود يعني سيادة الوزيرة الزميلة العزيزة، وهي ايضا سفيرة بالعمل وسفيرة بالمنطق وسفيرة بالعقل وسفيرة لنا في مجلس الوزراء. أهلا بحضرتك، أهلا بسيادتك في هذا المنطقة بأكثر من حساسية، وأنا عارف إن حضرتك يعني قد إيه بتشتغلي على ملفات المصريين في الخارج، فشرفتينا وبتشرفينا دايما. طبعا الملتقى النهاردة بيمثل شيء كبير جدا أو بتؤديه وزارة الشباب والرياضة. وزارة الشباب والرياضة بتخاطب الشباب. الشباب في الحقيقة إذا كان ملفنا شباب ورياضة فالشباب بيظهر الرياضة. رسالتنا للشباب كبيرة جدا، ليها تفاهيم عميقة جدا. الشباب فكر، شباب عقل، شباب كيان، قرار، عاطفة، قوة. الشباب هو مراية العصر، هو اللي هيتحمل أعباء المستقبل. الشباب هو الولاء، الشباب هو في فرصة دائمة، ودي فرصة جيدة لإخواتنا الأشقاء العرب من شباب موجودين، وكمان جامعة الدول العربية اللي ليها دور أصيل معانا، وكمان الصفة اللي إحنا موجودين فيها في الجهاز التنفيذي للشباب العربي اللي بمثل جزء فيه. إن شاء الله كلنا نجتمع على بعض ومع بعض، إن شاء الله نجتمع لرفعة الأداء العربي ورفعة العرب نحو التطور والتنافس في العالم كله، وكمان هنقدر من خلال شبابنا نقول إحنا قد أي تحدي بفكرنا وشبابنا إن شاء الله.